يا جماعة النهاردة عيد ميلاد صاحبي وأخويا سيف اللي أنا غلطت فيه النهاردة وحابب إن أنا أعتذر له وأحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف أو ماي جاد، ده بينده على سيف؟ سيف فين سيف يا جماعة؟ أهو بشاور لك يا عم، أهو سيف أهو. اسكت. إيه يا حي جمهورك؟ لهوي هيحبسنا ابن الهبلة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه انت وهو فوق؟ انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ بعدين ثانية واحدة، ايه جوز النضرجيه اللي انتم واقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقولك ايه، مالكش دعوه انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقولك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوه قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسيبونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديه بالشلوت واديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شيرين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شيهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. كل واحد مكانه، محدش يتحرك. ولا يا فكالو، شايف لي ابدع البتاع دي كلها، وحرص لي الخمره دي كلها، وحرص لي المؤسس دي كلها. في يا محفوظ باشا؟ استرعينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي، هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. ايوه العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال دي كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعدالة. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضاع
ضحيه وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحيه وخيبت ايه؟ مش ما تقولش اسم هنا الله. ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط، في ظابط يلبس كده يلبس كوتش بينور. الله ظابط ودخل ديسكو الله. والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات يا سعاده البيع. حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخيمة دي يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. انجز. بصه واحده. بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب بص على رجلك يا انا. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل يا تهوه. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصه. انزل انا بقول لك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. خبط ضفدعي. لا ابوس ايدك ابوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلص لي. ايه هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزل. انا سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح.
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تستظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف دبدوبي انا. خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه دبدوب ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك. يلا اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ يا عسوستي ياني كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك. جيتي ومعاكي مصيبة. وانا اعرف منين يا فالحة انه هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي. ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح ام بيج فان. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا وام ان لاف بطريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين. تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل الكلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا Bye.
قطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، انت قدرتيني وندمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حته وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحه مقطوعه والارقام كمان كلها مظبوطه اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المراره، انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين. نشوف كده الرقم. صح. العدد ده 38 صفحه. اعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحه، فعلا ده ناقصك. طب كده دول اربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين باربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلوله، ننزل سور الازبكيه وندور على نسخه تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الازبكيه. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الازبكيه؟ لا، اصل اقول لكم ايه، ما انا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده اصله ليه ذكريات جميله قوي قوي ومهمه، حبيت احكيها لكم، انتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، انما تقعد تقول لي البداره والعذاره وتقرفنا بصراحه حضرتك. انا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنه 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، برنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هم كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركم؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه، دي فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا؟ على فكره انتوا معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح؟
محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، هو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا، انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزاز كنت بس تغير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه، انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبري سيف، انت بتخافي مني؟ اعتبري سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك؟ انا هتصور معاك لما اجي. ماشي، هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت اطلع فوق. ياض حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدو وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. واو.